السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناة أبدع واستمتع، وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن الاهتزاز وإزاي أعمل الشيكينج إيفكتس في المورا، وهو تأثير الاهتزاز. عشان أقدر أعمل كده لازم أخش على الإيفكتس. هنا هو هنلاقي هنا هو قائمة بالمؤثرات، تمام. هنخش في القائمة اللي على اليسار الانكلودد، تمام. هننزل تاني حاجة بالظبط، هنلاقي شيك وندوس عليها، هنلاقي ان هو مجموعة مختلفة من مؤثرات الشيكينج او مؤثرات الاهتزاز. طيب عشان نجرب الكلام ده لازم نجيب فيديو او صورة من عندنا ونجرب عليها. نروح للميديا بتاعتنا ونجيب اي صورة او اي فيديو من اللي عندنا، وليكن هذه الصورة نسحبها ونحطها في التايم لاين، تمام. ادي صورة عادية ثابتة عادي، تمام. نحاول نكبرها بحيث نخليها مثلا على قدر، تمام. وممكن نعمل حركات شوية في الصورة بحيث ان هي تتحرك، مثلا نعمل زوم ان او زوم اوت، لان انا ما عنديش فيديو دلوقتي جاهز، فنخلي الصورة كأن في زوم ان عشان نديها شوية اثارة كده اهو. نعمل مثلا زوم ان هنا، تمام، اهي اتحرك في زوم ان هنا اهوت على الصورة. طيب عايزين نضيف بقى الايفكت بتاع الشيكينج او الاهتزاز، وده الايفكت ده جميل جدا، تقدر تستغله في مواضع كتيرة وفي فيديوهات، وممكن تعمل بيه تريكات جميلة في الفيديو بتاعتك. هنروح على الايفكت، نختار وليكن اول واحد اهو، نسحبه ونحطه هنا فوق الفيديو او الصورة اللي عندنا، ونسحب حسب الحجم اللي انا عايزه او الوقت اللي انا عايزه، ونجرب كده ونشوف. زي ما انتم شايفين عمل شيكينج افكتس جميل جدا. طيب عشان اتحكم في الشيكينج هنا اهوت اعمل دبل كليك، تمام. هنا اهوت هتلاقي الفريكوانسي، هنا اهوت مدى التكرار، يعني بص لما اقلل هنلاقي ان الاهتزاز ابتدى يقل. نبدا تاني اهو، اهو تلاحظ ان الاهتزاز بقى بسيط جدا، مش زي الاول اهو. انما لو زودت هنا كده بص زي ما انت شايف اهتزاز اصبح قوي جدا، تمام. ده في بالنسبه للفريكوانسي. بالنسبه للار جي بي سيبريت ان هو بيأثر على الالوان، يعني اثناء الاهتزاز، تمام. لو شلناه كده اهوت هنلاقي ان الاهتزاز قل تأثيره اكتر عن الالوان اهو زي ما انتم شايفين. وفي الموشن بلاير، يعني البلاير زي ما انتم عارفين اللي هو التعتيم اللي بيحصل على بعض الجبهات اثناء الحركه اهو، زي ما انت شايف اثر طبعا على شكل الحركه كتير. لو فتحت البلاير تاني اهو وفتحت تاني الار جي بي هتلاقي شكل الاهتزاز اختلف. انت طبعا تقدر تجرب ايه الشكل الاهتزاز اللي يعجبك، وطبعا عندك ان هو البوزيشن، عندك اكس والواي والزد، تمام. يعني تقدر تحدد ان هو الاهتزاز للاعلى او للاسفل او على الجوانب حسب ما انت عاوز طريقه الاهتزاز. اهو نجرب هنا كده برضو، زودنا شويه حركات من هنا اهو، لاحظ ان الاهتزاز زاد اكتر في الاتجاه بتاع الاكس اهو زي ما انتم شايفين، الاتجاه العرضي زاد، تمام. ونقلل الواي هتلاقي كل ده بينعكس على طول على الايفكتس بتاع الاهتزاز بتاعك. تقدر كمان تختار عندك انواع تانية من الاهتزازات عندك ان هو تحت، تقدر تختار النوع اللي انت عايزه. يعني في عندك تحت اهو سايد واي، يعني لو نروح للجزء ده سحبنا هنا اهو وجربنا هنلاقي الاهتزاز بيبقى على الجنبين بس زي ما انتم شايفين اهو، اهتزاز على الجنبين. وبعدين في عندك سايد واي 2، نشوف هنا اهو لاحظ كده اهو برضو اهتزاز على الجنبين، ولكن السنتر بتاع الصورة بيهتز اكتر من على الجوانب. وفي عندك اهتزاز اب وداون اهو مثلا هنا اهو، نجربه برضو ونشغل ونشوف اهو زي ما انتم شايفين الاهتزاز اب وداون. في عندنا اب وداون 2، نجربه برضو مع بعض اهو، نجرب زي ما انتم شايفين اهتزاز اب وداون ولكن مختلف شوية عن الاب والداون. وعندك فوق طبعا في اختيارات تانية كتير،
تقدر تختار نوع الاهتزاز اللي انت عاوزه. ده كان شرح سريع لمؤثر الاهتزاز في المورة. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز، دائما قناة ابدع واستمتع، بلايك وسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.